عسلامة ومرحبا. باش نعمل مرقة شايحة، باش نعملها بالأرنب. كما تعرفوا الأرنب يحب برشا هكا فحات، يقبل الفحات، معناها مش كيما الدجاج. الدجاج معناها حتى يعود هكا منظف بالباهي، ومعناها ومنفخ في الخل والقارس ولا الملح، معناها ملح وقارس ولا ملح وخل كما تحبوا. معناها يقبل الفحات، حتى شويه كركم وفلفل اكحل وهكا يتفوح بالباهي. بالنسبه للارنب كما تعرفوا يحب برشا الفحات. المرقه الشايحه معناها كما تحبوا تعملوها في الفور ولا في طنجره. انا ديما نستعمل الكوكوت تعوض لي الفور. اول حاجه صبيت الزيت، عملت ثوم رسوم، معناها اشتر رسوم هكاك عصرته كما قلت لكم، اشتر هكاك رسوم معناها عصرته. شوفوا معناها معناها موجود لهنا فوالا. بصله قسمت على اثنين، وعملت فلفل اكحل، كركم، شويه ملح. وباش شنو باش نعمل، باش نعمل مسامير معناها عود قرنفل كيف من هكا، وباش نزيد شويه 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 قرفه. ما تقولوليش هذا يجي هذا ما يجيش. الفحات تحبوا اسمع، كي معناها كي تشوفوا هكا حاجه اول مره ولا حاجه، راهو تنجموا تجربوا وتحكموا معناها وحدكم وحدكم. بالنسبه لي الارنب يقبل الفحات، راهو معناها القرنفل راهو يبنن، معناها يعطي هكا التوزويزه، في نفس الوقت يقضي عليك الريحه نتاعو، في نفس الوقت زادك باش نعمل شويه قرفه مش برشا، راهو مع بعضهم يعطوا هكا بنه مش نورمال. بالنسبه للقرفه شوفوا معناها راهو شويه بالكل، مش حاجه كبيره، باش نعملها هكا دوب ليش. طيب باش نحل عليه الغاز ونخليه هكا يتقلى ويتفوح مليح مليح. لهنا بديت هكا نقلي فيه مليح مليح، الريحه بنينه على الاخر بالمزيج نتاع الفحات هذه. نخليه راهو يتفوح بالباهي بالباهي، خاطر مرقه شايحه معناها يلزم هكا يكون اللحم مفوح هكا بالباهي. تجمو زادا تعملوا دجاج، دجاج ديجا هكا عملت برشا مرات مرقة بالدجاج شايحة بالدجاج. وبيان سور الفحات مش كي معناها مش هكا، شوية بالنسبة لي نعمل هكا شوية كركم، فلفل أكحل، ومن بعد شوية كروية كهو، ما تكثرش تجي بنينة على الأخر. شوفوا كيفاش بديت هكا نزرق بشوية ماء دوب ليش هكاكا، بيان سور معناها باش ما يتحرقش الثوم والفحات. ونبدا هكا معناها زاده كيف كيف نخليه هكا يتقلى بشويه بشويه، بدين يطلع هكا الزيت نتاعو هذاك ديجا كيما تشوفوا بالطريقه هذه. بالنسبه ليا صدقوني برشا رسات معناها حاجات تجي هكا في الفور نعملها في الكوكوت، معناها تجي هكا بسم الله بنينه. شوفوا كيفاش نعمل في الماء دوب ليش ما كثرش، خلي زادة كيف كيف يتقلى شوية. ومن بعد طبعا نكمل بقية المراحل. توا كما تشوفوا خذا الوقت نتاعو معناها في التقلية، نسيت ما قلتلكمش عملت شوية كروية. توا باش نكمل بقية الخضرة، عندي لهنا عندي البطاطا، بصل، طماطم. بيان سور مانيش نعمل طماطم توا، وزادة الفلفل. باش نحط البصل والبطاطا أكاهو، البصل معناها شوية قليت بيهم. ومن بعد باش نكمل زادة طروف الخليل كما تعرفوا المرقة الشايحة تحب البصل، سكر. باش نمرق توا على مستوى الخضرة واللحم، هنوريكم. شوفوا كيفاش مرقت شوية، معناها دوبل دوبل اللحم والخضرة أكاهو. توا باش نسكر عليه الكوكوت ونخليه يطيب، ومن بعد باش نكمل بقية الخضرة. باش نكمل الطماطم ونحط زاده الفلفل من بعد ما يطيب البطاطا واللحم. بيان سور اذا كان باش نحطها توا الطماطم باش تولي معناها عجينه معاه، ما حاشتناش حاشتنا بها تبقى معناها تطيب، ومن طوم معناها تبقى شده روحها الطماطم. حاصل نرجع لكم من بعد ان شاء الله. لهنا بعد ما طابت البطاطا وطاب اللحم، توا باش كيما قلت لكم باش نكمل هكا بقيه الخضره. عندي طماطم وهكا جرينات فلفل بالطريقه هذه، والطماطم هكا قسيتهم في زوز معناها على الطرفين، وباش نحطهم باش معناها تكمل هكا المرقه هكا الشيحه نتاعنا الطيب.
شوفوا ما شاء الله حتى الالوان معناها مزيانها، وبالطريقه هذه معناها تجي هكا متكامله في البنه نتاعها. حتى الفلفل هكا كيتيب هكا في الاخر معاهم يجي راهو يعطي هكا بنه شيء كبير. نخليهم زادا يتيبوا هكا مع بعضهم، وهذه النتيجه كما تشوفوا حصيل روعه بعد ما معناها خضر الصوص نتاعنا. كما تلاحظوا فيها كب زيت بطاطا، البطاطا هذيك معناها راهي زادة كيف كيف تخثروا معناها بالكدا بالكدا. وكا هو هذه معناها مرقتنا الشيحة معناها بنينة على الاخر. وكا هو سي ديجا معناها مفوحة امورها واضحة، كهو ما تستحقش حتى شيء كالرشة مع دنوس هكا في الاخر. وهذا صحين المرقة الشيحة بتاعنا كما تشوفوا، حاجه بنينه على الاخر. وبالارنب زاده كيما شفتوا معناها فوحناه هكا بالباهي بالباهي في الاول، خذا هكا معناها اعطاه هكا بنه للمرقه شيء كبير. وكا هو كيما شفتوا معناها حاجه سامبل على الاخر وبنينه في نفس الوقت. مرحبا بالجدد، مرحبا بكم، ونقولكم فضلا وليس امرا تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. ويعيشكم يعطيكم الصحه على التعليق هكا المزيانه، ونورتوني حسيلو. تو ما بقى لي كم باش نقولكم بالسلامه، ودمتم في امان الله، وباي باي.